السلام عليكم ورحمة الله. الموضوع بالنسبة للناس اللي بتبقى اللي بتسافر وبيحصل لخبطة في الشنط بتاعتها، وللأسف بتستلم شنط هي مش شنطها أو شنطها بتضيع. الموضوع أسهل من كده بكتير جدا. الموضوع هو متابعة الأرقام اللي بتتحط على الستيكر الخاص بالليبل اللي بتحط على الشنط والبوردينج باس. إزاي؟ انا لما بروح على الكاونتر اوزن الشنط بتاعتي ايا كان عدد الحقائب اللي معايا، واحده او اتنين، فالمفروض ان انا بحطهم على الكاونتر، وبعدين بتعملي البوردنج باس برقم المقعد وكده، وبعدين بيتحط الليبل على الشنطه. الليبل ده بيبقى فيه بيانات الرحله كلها، في نفس الوقت بيبقى مكون من مقطع تاني. المقطع التاني بيحمل رقم، يعني في رقم على الشنطه وفي رقم المفروض هيبقى معايا. يعني مثلا الرقم اللي احنا شايفينه ده 18774، ده رقم مثلا الشنطة الأولى. الشنطة الثانية مثلا ده رقم الشنطة الثانية 18772، فالرقم ده بيطابق لنفس الرقم اللي مكتوب على الستيكر أو على الليبل اللي محطوط على على الشنطة نفسها اللي اتحطت على الكاونتر. وبيبقى على الستيكر كمان رمز المدينة اللي أنا هوصل لها أو المطار اللي أنا هوصل له. الرمز بيكون عبارة عن 3 حروف، رمز للمدينة، والكلام ده بيكون على مستوى العالم. فبكل بساطة لما تطلع الشنط من على السير وهاجي أنا استلم، حتى لو الشنط متشابهة مع شنط تانية، فالموضوع بمنتهى البساطة إن أنا هشوف الرقم، هطابق الرقم اللي موجود عندي هنا اللي احنا شايفينه ده مع الرقم اللي موجود عندي على الشنطة نفسها. تمام؟ طيب الرقم غالبا بيتحط فين؟ في مصر كتير بيحطوه قوي على ظهر جواز السفر، بيطلع على ظهر جواز السفر لازقين الاستيكرات كلها. وفي ناس تانية، بعض شركات الطيران التانية، بتحطه على البوردنج باس بس على الجزء اللي بيفضل معاك، لأن البوردنج باس بيتكون من جزئين، جزء بتاخده شركة الطيران وانت طالع الطيارة، والجزء التاني بيكون معاك، فبيتحط على الجزء اللي هو هيفضل معاك علشان تستلم بيه. طيب لا قدر الله لو حصل حاجه، الشنطه ما جاتش، الشنطه اتلخبطت او حاجه، بيبقى معاك بيانات الشنطه كلها، وبتبلغ بيها شركه الطيران، لان هي في الحاله دي هي المسؤوله عن متابعه الشنطه لغايه ان شاء الله ما توصل. تمام؟ فهنتابع بقى استلام الشنطه على السير ان شاء الله لما نوصل المطار. كده احنا واقفين مستنيين الشنط ان شاء الله لما تيجي، وهنشوف مطابقه الارقام اللي قلنا عليها. دلوقتي انا استلمت الشنط من على السير، وهنطابق دلوقتي الارقام بالارقام اللي كانت موجوده معانا، وهنشوف. احنا قلنا ان رقم شنطه من الشنط كان 774. ايوه ادي الاولانيه اهي 774، يبقى انا كده الشنطه بتاعتي صح. تمام. الرقم الثاني كان معانا رقم 772. هنشوف الشنطه الثانيه 772، يبقى انا كده استلمت الشنطتين بتوعي، عدد 2 شنط بالاثنين ستيكر بنفس الارقام الصحيحه. حتى لو في شنط زيهم موجوده على السير بنفس الشكل بالظبط ونفس الحجم وكله، ان شاء الله مش هيكون ان انا واخده حاجه غلط او حد ياخد شنطتي بالغلط. فيا ريت الموضوع ده نهتم بيه شويه، لان في الفتره الاخيره ابتدت نشر على الجروبات كتير حكايه استبدال الشنط في اثناء الاستلام. وشكرا ليكم ولاستماعكم.